اليوم راح أتكلم عن موضوع نفسي عميق يتحدث عن الشخصية التي ستعاني من أكثر صدمات في الحياة. الشخصية اللي راح أتكلم عنها اليوم للأسف تجذب الصدمات، الغدر، الخيانات، المشاكل في الحياة لنفسها، ومع أنها شخصية يعني جميلة وحبيبة، بس كذا سبحان الله طبيعة هذه الشخصية. 5 صفات لو كانت بأي إنسان راح يتعرض للظلم والصدمات بكثرة في حياته. الصفة الأولى أنه أول ما يتعرف على إنسان يفتح له قلبه مباشرة ويعطيه أسراره ويدخله بيته ويفتح له كل شيء المفروض يكون مغلق وبس للناس الخاصين. هذا يعطي كل حياته على طبق من ذهب للشخص هذا اللي تعرف عليه، فيثق بالآخرين بسرعة. الأمر الثاني، يعطي الآخرين أكثر من عطاء لنفسه، تلقاه يعطيهم من ماله ويعطيهم من وقته ومن حياته، ينسى نفسه وممكن ينسى أهله أو ينسى ممكن حياته ومستقبله ويقدم لهذول الأشخاص. لما يصدمونه أو ينكرون ما أعطاهم يتأذى كثير، لأنه نسى نفسه. لو أنه ما أعطي نفسه وما أعطيهم ما يتأذى بهذا القدر، بس لأنه حرم نفسه وأعطاهم بكثرة ألمه أكبر. الصفة الثالثة، يضمنهم عند الآخرين. الشخص هذا تلقى أي أحد يعرفه وبينه وبين علاقة مباشرة يضمنهم عند الآخرين، يروح يكفله بقرض، يروح يضمنه بأي شيء، يقول فلان ثقة أنا أعرفه، شخص طيب ومحترم، على طول هذا الإنسان راح يرجع لكم أموالكم، أو فلان مستحيل يقول هالشيء. فتلقاه يكثر ضمان الآخرين ويحسن الظن بدرجة مبالغ فيها على الآخرين، الأشخاص اللي توهم تعرفوا عليه أو يعرفهم من مدة قصيرة يكون هو الضامن لهم، كذلك يتأذى. الصفة الرابعة، سريع التصديق، يصدق بسرعة. أي أحد يقول له والله العظيم تاخذ هذه الشغلة أنت راح تصير أحسن إنسان، مباشرة يروح يصدق بسرعة، يصدق الناس، لأنه هو صادق، فما يتخيل أن في إنسان ممكن يكذب بهذا الحجم ويحلف بالله ويكذب. فسرعة التصديق ستؤدي بهذا الإنسان إلى التهلكة. الأمر الخامس والأخير، يمنعه خجله وخوفه وحياءه من أنه يرفض. فتلقى دائما يقول نعم مهما قالوا لا، طيب إن شاء الله نسافر، يقول يلا أوكي معاكم، خلاص بكرة ما نداوم، خلاص أوكي معاكم، الأسبوع هذا ما نروح الجامعة إيش رايك، خلاص معاكم. دائما يقول إيوة وأوكي للأشخاص اللي حوله واللي معاه، ممكن حتى ما يكونوا مقربين مرة، أو حتى لو كانوا مقربين يكون معدوم الشخصية معهم. هو في داخله أني أنا طيب وأنا مع أصدقائي ومع الناس اللي حبهم والشيء اللي يقولونه صح، فتلقى دائما يؤكد على قراراتهم وما يكون له قرار معهم، الشيء اللي هم يبونه يصير هو فقط يتبع. فهذا الإنسان سيتعرض لصدمات كثيرة في حياته، لأن هذول الأشخاص ممكن يقدرون ينجون نفسهم من الأخطاء اللي طاحوا فيها، هو ما يعرف كيف ينجي نفسه، هو طاح بالخطأ علشان هم سووه مو هو يرغب. هذا الشخص ترى من أجمل وأنقى الشخصيات اللي ممكن تصادفونه، طيب، يعطي الناس، يساعد، خدوم، لأن قلبه أبيض يتوقع أن الناس كلهم قلوبهم بيضة، لأنه ما يكذب يتوقع الناس ما يكذبون، لأنه ما يظلم أحد ولا يأكل حق أحد ولا يخدع أحد، يتوقع الناس اللي حوله كلهم ما يخدعونه، ومستحيل أحد يحلف له بالله وبعدين يأكل حلاله أو ينصب عليه أو ينكر جميله. يتوقع لما يعطي الناس راح يعطونه أو على الأقل راح يحفظون الجميل، فهو نقي من الداخل، طيب. لذلك الناس، بعض الناس مش كلهم، ممكن يستغلون هذه الطيبة. هذا الإنسان راح ينصدم كثير في حياته، راح يتفاجأ، يعطي الناس ويلقى فيه نكران، يثق بالناس ويلقى فيه ناس أصلا نصابين وكذابين، يأمن الناس ويكتشف أنه في أشخاص كثير يخونون الأمانة. فهذا الإنسان يتعرض لمراحل في حياته سيشعر أنه ظلم كثير. للأسف هذه الشخصية سميت بمسميات عديدة، إجحاف في حق هذه الشخصية، سميت بالشخصية المغفلة، وسميت بالشخصية المعرضة للاضطهاد، وسميت بالشخصية المسكينة. كل هذه المسميات لأنها شخصية نقية جدا. أنا بالنسبة لي أرى هذه الشخصية الشخصية النقية للدرجة التي تتوقع أن كل من حولها أنقياء، فلأنه يتوقع هذا الشيء تلقاه كثير معطاء ومتسامح ويثق بالناس بسرعة عالية جدا، وللأسف يتعرض للأذية كثير في حياته. لذلك
لابد أن يكون الإنسان أكثر حذرا، يعطي الآخرين ولا ينسى نفسه، يمسك أسراره عن الغير، لا يضمن أحد ولا يزكي على الله أحد أبدا، يعني كل إنسان ممكن يأتي منه خطأ. لذلك يجب أن يكون واعي. أبي منك طلبين في نهاية موضوع اليوم. الطلب الأول، إذا واجهت هذه الشخصية تمسك فيها لأنها ثمينة ونادرة في هذا الزمن، وحاول تحتويه وحاول توعيه على الحياة، وحاول أنك تحميه قدر المستطاع وتخليه شخص قريب منك وتحافظ عليه لأنه مميز ونادر جدا. الأمر الثاني، إذا كنت أنت من هذه الشخصيات فابدأ للالتفات لنفسك وحاول أن تكون أكثر ذكاء وحكمة. على فكرة الطيب يحبونه الناس، ولكن الطيب ما يعني أنه ضعيف، ممكن يكون طيب وحذر، طيب ولكن يحمي نفسه، طيب ولكن دقيق، طيب ولكن يغذي نفسه ولا يحرم نفسه، يعطي الناس كل شيء وينسي نفسه. فلا تنسى، إذا كنت أنت من هذه الشخصية ابدأ بالإصلاحات على شخصيتك لكي لا تعرض للاستغلال من الأشخاص الظالمين. آخر شيء، أبي مشاركتكم إيش أكثر صفة إذا كانت بالإنسان تعرضه لكثرة الاستغلال من اللي حوله.